السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبدعونا الجمال، كل عام وانتم بخير وسعادة ورضا ورمضان كريم علينا كلنا يا رب. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على الفارماكولوجي أو جي أي تي. الموضوع كبير وإحنا عارفين طبعا إن لما نقول فارماكولوجي يبقى بنتكلم في بحر، ولما بنقول جي أي تي يبقى بنتكلم في بحور كتير، فعشان كده طبعا صعب إن إحنا نلمه في محاضرة واحدة زي كده. إحنا النهاردة بس قاصدين من المحاضرة دي إننا نعمل استفتاحة كويسة مقبولة لتشابتر كبير اسمه تشابتر الجي أي تي، مهم جدا 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 في منهج البورد. كان في الأول من 3 4 5 سنين ما لهوش ذكر، كان بالكتير بيجيب فيه سؤالين أو ثلاثة في الامتحان، لكن بعد كده بدأوا يركزوا عليه جدا، بدأ يجي عليه أسئلة كتير 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 في الامتحان. عشان كده هو دلوقتي شابتر لا يقل أهمية عن الكارديولوجي أو عن غيره من الشابترز الكبيرة المهمة في الجي أي في البورد. اللي احنا هنتكلم عنه النهارده مش هنتكلم على الفارما بتاعت كل مواضيع الجي اي تي، لان زي ما قلنا الموضوع كبير. احنا لو قلنا فارما يبقى بنتكلم عن بحر، لو قلنا جي اي تي يبقى بنتكلم عن بحور. عشان كده احنا بس بنحاول ناخد مقتطفات بسيطه من حاجات معينه، في حاجات في مواضيعنا في المنهج بتاع الجي اي تي هنقولها، في حاجات مش هنجيب ذكرها خالص زي الفايرال هيباتايتس، زي الانفلاماتوري باول ديزيز، الاريتابل باول سيندروم، الحاجات دي مش هنتكلم عنها عشان اولا الحاجات بتاعتها الادويه بتاعتها مش بنتطرق لها كتير في حياتنا، وحتى لو تطرقنا ليها بنبقى بس عايزين نعرف منها شويه معلومات بسيطه لان معظمها طبعا ما بيطلعش او تي سي. عشان كده مش هنجيب ذكرها النهارده، هنسيب المجال ليا ولزملائي ان شاء الله لما نيجي نشرح المواضيع دي بالتفصيل هيبقى الموضوع اوسع واشمل. النهارده هنتكلم عن حاجات بسيطه جدا 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 استفتاحها بس كده تفتح مخنا احنا هنقول ايه وهنتكلم عن ايه في الجي اي تي. معاكم هشام اسماعيل، بورد 2016 ابريل 2016، جامعه الازهر، صيدله 2012. بسم الله نبدا مع بعض كده. يبقى احنا زي ما قلنا النهارده هنتكلم على الفارماكولوجي اوف جي اي تي، يعني هنبص على الجي اي تي من منظور مختلف شويه، هنبص عليه من ناحيه الفارما. من ناحية الفارما يعني ميكانيزمات وشوية حاجات حلوة كده. نبدأ على طول، وطبعا احنا عارفين ان التكوين الطبيعي بتاع الدايجستيف سيستم او بتاع الجي اي تي عموما بيتكون من حاجات كتيرة جدا، يعتبر هو اكبر جهاز موجود في الجسم، الجهاز الهضمي عموما والجي اي تي. زي ما انتم شايفين في الصورة اول حاجة عندنا فوق وهو الماوث، طبعا ده بداية الجي اي تي، هو الماوث او الاورال كافيتي، بعد كده التانجو، بعد كده بيبدا عندنا بقى السليفري جلاندز اللي هي الغدد اللعابيه اللي بتنتج اللعاب اللي بيساعد في هضم الطعام بنسبه بسيطه، بيتكون من الباروتيد جلاند اللي هي الحته اللي موجوده تحت الودن دي، بتبقى جلاندز معينه تبع السليفري جلاندز، وفي السابليجوال جلاندز اللي بتبقى تحت اللسان، وفي السابمانديبولر جلاند اللي هي بتبقى تحت الفك السفلي للفم. بعد كده الموضوع بننزل شوية بنلاقيه بيتكون من الفارينكس اللي هو البلعوم، وعندنا الإيسوفيجس اللي هو المريء، وعندنا بعد كده طبعا الاستومك والبنكريوس والليفر والجول بلادر واللارج انتستين سمول انتستين، عندنا الكولون في ترانسفيرس كولون في ديسندنج كولون في اسندنج كولون، وعندنا قبله في ديودينم وفي ديجونم، وعندنا تحت طبعا الإيليوم والسيكم والسيجمويد كولون والريكتم والابندكس و الانال كانال. زي ما انتم شايفين الصوره موضحه كل عضو بالظبط موجود فين في الجسم. هنشوف الفيديو البسيط ده هيوضح لنا الموضوع ده اكتر. When we chew the food, it gets mixed with saliva, which we commonly call the spit. The saliva contains the enzyme which helps in breaking down starch. From the mouth, the food travels through the long pipe-like esophagus and reaches the stomach. The stomach is a thick-walled bag. The inner walls also secrete digestive. اولا انا بتاسف عن اللغه اللي بيتكلم فيها الفيديو لان هي واضحه ان هي واحده مش انجليزيه او لا تجيد يعني اللغه الانجليزيه، ممكن تكون صينيه او كوريه، عشان كده بس اللهجه طالعه غريبه شويه. While intestine starts to break down the food.
The liver secretes a chemical called bile juice, which helps in the digestion. The liver is a reddish-brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. The bile juice secreted by it is stored in a sac called the gallbladder. The juice is then released into the small intestine. The pancreas is a large cream-colored gland located just below the stomach. The bile juice and the pancreatic juice reach the intestine through the small pipe-like path. The digestion gets completed inside the small intestine. The nutrient gets absorbed by the small intestine walls, which are full of blood vessels. The inner wall of the small intestine has small finger-like projections called villi. Each villus has many blood vessels. So the villi absorb the liquid digested food and the food enters the blood vessels in the villi. After the absorption of digested food, the undigested food moves into the large intestine. The large intestine absorbs the water from it. After the absorption of water, the undigested food becomes semi-solid and gets stored in a sac-like part at the end of the large intestine, which is called rectum. This undigested semi-liquid food is called the feces or the stool. The fecal matter is removed through the anus from time to time. The mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine along with the rectum and the anus form the digestive tract. So the digestive tract and the associated glands, the liver and the pancreas together constitute the digestive system. ده كان فيديو توضيحي بيوضح لنا الـ 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 ويعني الرحلة اللي بيمر بيها الطعام من أول ما بندخله في الفم إلى أن يخرج على هيئة فيسز. أول حاجة هنتكلم عنها دلوقتي وهي الأدوية اللي بتستخدم في علاج الجيرد اللي هو gastroesophageal reflux disease. يبقى drugs used to treat peptic ulcer disease and gastroesophageal reflux disease. The two main causes of peptic ulcer disease are infection with gram-negative Helicobacter pylori and the use of non-steroidal anti-inflammatory drugs. يبقى أهم سببين ممكن يسببوا لنا البيبتيك ألسر إما إن يكون استخدام non-steroidal لفترات كبيرة بكميات كبيرة أو العدوى بنوع من أنواع البكتيريا اللي هو gram-negative Helicobacter pylori. Increase the hydrochloric acid secretion and inadequate mucosal defense against gastric ulcers also play a role. بيقول كمان ان اكيد زيادة الهيدروكلوريك اسيد لأي سبب إن كان او ان ما يبقاش فيه وسيلة دفاع مناسبة من الميوكوزا ضد الجاستريك اسيد ده ممكن كمان يلعب دورا هاما في حدوث البيبتيك ألسر. Treatment approaches include. العلاج هيعتمد على ثلاث حاجات. اول حاجة ان احنا بنحاول نقضي على الهيليكوباكتر بايلوري انفكشن دي تماما. تاني حاجة ان احنا بنقلل السكريشن بتاعت الجاستريك اسيد عن طريق ان احنا بنستخدم البروتون بامب انهبيتورز او الهيستامين 2 ريسبتور انتاجونست هنتكلم عنهم بالتفصيل بعد شوية او ان احنا بندي ايجنتس معينة بتحمي الجاستريك ميوكوزا من الدامج زي الميزوبروستول والساكرالفيت. اول حاجة من الريجيمنتس اللي بتستخدم عندنا في البيبتيك ألسر معروف طبعا هو الانتي مايكروبيال ايجنتس اللي بنستخدمه كتريبل او كوادربل ثيرابي مع مكونات تانية في علاج البيبتيك ألسر. الانتي مايكروبيال ايجنتس used in patients with peptic ulcer disease سواء كان ديودينال او جاستريك ألسر. ولازم الاول تعرف الفرق بين الديودينال وجاستريك ألسر. الاثنين بيحصل فيهم ألسر بس بيبقى فيه فرق بسيط جدا بتعرف تفرق بيه بين الاثنين وهنتكلم عنه برضو في الموضوع بالتفصيل لما نيجي نتكلم بقى في المحاضرات الجاية عن البيبتيك ألسر. الموضوع باختصار تعرف ازاي الشخص ده عنده جاستريك ألسر او ديودينال ألسر عن طريق ان انت تسأله سؤال واحد بس تقول له هل انت بتشعر
بالألم الشديد والحموضة اللي بتجيلك دي بعد ما بتاكل الأكل مباشرة ولا بعد ما بتخلص أكل بحوالي ساعتين أو 3 ساعات؟ لو قال لك إن هو بعد الأكل مباشرة يبقى ده gastric ulcer، لو قال لك بعد ساعتين أو 3 ساعات يبقى ده duodenal ulcer. ليه؟ عشان طبيعي الشخص لما بيجي بيبدأ ياكل ويجهز نفسه للأكل، طبعا البارايتال سيلز بتبدأ تطلع الهيدروكلوريك أسيد اللي هو الحمض اللي بيساعد على هضم الأكل اللي داخل ده، فبالتالي أنت أصلا عندك ألسر، والألسر ده لما بيجي يلمس فيه الهيدروكلوريك أسيد، القرحة دي لما بتيجي تلمسه الهيدروكلوريك أسيد أكيد الألم الشديد اللي بيحس بيه الشخص مريض القرحة بيزيد أكتر. عشان كده طبيعي إن هو لما بيبدأ ياكل وهو عنده ألسر في الاستومك أكيد ساعتها الألم هيبقى أكتر لأن الهيدروكلوريك هيفرز في الفترة دي أكتر. لكن الديودينال ألسر للشخص اللي عنده ألسر في الديودينال بيحصل بعد ساعتين لثلاث ساعات من الأكل، عشان بيبقى أوريدي خلاص الأكل خد كفايته من الهضم في الاستومك وبدأ ينزل في الديودينم، وبالتالي يبدأ ساعتها الهيدروكلوريك أسيد يتجه للمنطقة دي عشان يساعد في إكمال عملية الهضم، فبالتالي بيحس مريض الديودينال ألسر بالألم الشديد ده بعد الأكل بساعتين ثلاثة عشان يكون الأكل خلاص بدأ ينتقل للديودينم. فبيقول patients with peptic ulcer disease سواء كان duodenal or gastric ulcer who are infected with H. pylori require antimicrobial treatment. Infection with H. pylori is diagnosed via endoscopic biopsy or the gastric mucosa or various non-invasive methods including serology and urea brief test. وما تستعجلوش، كل الكلام ده هنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله. ده بيقول لك هنا إيه الطرق اللي بنعرف نعمل بيها diagnosis لل H. pylori، هنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل في محاضرة الجاستريك ألسر أو البيبتيك ألسر. Eradication of H. pylori results in rapid healing of active ulcers and low recurrence rates, less than 15% compared with 60 to 100 per year for initial ulcers healed with acid-reducing therapy alone. يعني الإيراديكيشن بالأنتيميكروبيال إيجنت بالرجمن اللي محتوية على مضاد حيوي أكيد بتزيد كتير قوي، وممكن يؤدي الإيراديكيشن إنه يبقى نسبة البكتيريا اللي موجودة في بعض المرضى أقل من 15% مقارنة ب 60-100% للناس اللي ممكن تستخدم الأسيد سبريسنج إيجنت زي البي بي آي لوحدها. Successful eradication of H. pylori from 80 to 90% is possible with various combinations of antimicrobial drugs. Currently, triple therapy consisting of a proton pump inhibitor combined with amoxicillin, metronidazole may be used in penicillin allergic patients plus clarithromycin in the therapy of choice. يعني بيقول ان التريبل ثيرابي اللي احنا اتكلمنا عنها دايما بتحتوي على، لازم تحتوي على بي بي اي، بروتون بامب انهيبيتور ايا كان النوع هو ايه، مرتبط مع أموكسيسيلين أو مترونيدازول لو الشخص عنده ألرجي من عائلة البنسيلين بجانب الكلاريثروميسين. يعني الاثنين الأساسيين اللي موجودين في معظم الكومبينيشنز بتاعة التريبل ثيرابي بيبقى الكلاريثروميسين والبي بي آي، وبيضاف عليهم إما الأموكسيسيلين أو المترونيدازول لو في ألرجي للبنسيلين. في كمان ممكن نلجأ للكوادربل ثيرابي أو بيسموث سبساليسيليت، مترونيدازول تتراسايكلين بلس BBI is another option. Quadruple therapy should be considered in areas with high resistance to clarithromycin. This usually results in 90% or greater eradication rate. يعني بنلجأ للعلاج الرباعي ده اللي هو بنضيف عليه كمان البيزموث سبساليسيليت وبنبدل الكلاريثروميسين بالتتراسايكلين في بعض الحالات اللي بيبقى فيها resistance أو عندها مقاومة من مادة الكلاريثروميسين. This usually results in 90% or greater eradication rate. Treatment with a single antimicrobial drug is much less effective, results in antimicrobial resistance, and is not recommended. Substitution of antibiotics is also not recommended. يعني خلوا بالكم، أولا حكاية إن احنا نعالج بمضاد حيوي واحد مش باتنين دي حاجة مشكلة جدا جدا وممكن تؤدي إلى resistance للمضاد الحيوي ده، وكمان في الآخر ما تؤديش إلى eradication of H. pylori. تاني حاجة ان احنا نبدل مضاد حيوي بمضاد حيوي تاني ده برضو شيء غير موصى به. Don't substitute ampicillin for amoxicillin or doxycycline for tetracycline. يعني ما ينفعش نبدل ده بده او ده بده او اي تبديل ايا كان
في الريجيمن اللي احنا اوريدي بدانا فيه في البيبتيك ألسر تريتمنت. وحتى لو ما بداناش فيه هو خلاص في الترايلز وجدت ان المواد دي بالذات بالاسماء دي بالذات هي اللي تنفع وهي اللي ليها اعلى نسبه في الاراتيكيشن اوف اتش بايلوري. طبعا ده شكل بيوضح لنا الطريقه بتاعه الصوره على اليمين بتوضح لنا ازاي بيحصل التست بتاع اليوريا بريف تيست اللي هو ببساطه لحد ما هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله في المحاضره بتاعته. ببساطه هو بيتكون من ان احنا بندي الشخص يوريا بتحتوي على كربون مشع، لان معروف ان اليوريا بتحتوي في تركيبها على امونيا وعلى كربون دايوكسيد. اليوريا دي ما نديهاش، ما نخلوش يعمل له انجيشن ليوريا عاديه، لا بندي له يوريا عباره عن كربون مشع سي 13 او سي 14، لان الكربون الاساسي طبعا النواه بتاعته بتبقى محتويه على سي 12. فالكربون المشع ده المحتوي اللي جواه اليوريا بنبدا نديله. بعد كده معروف ان الجرثومه البكتيريه اللي هي الاتش بايلوري هي كمان عباره عن بكتيريا فلورا زيها زي اللي موجوده في الجسم. هما الاثنين ليهم مقدره ان هما يطلعوا انزيم اسمه اليورياز، انزيم بيكسر اليوريا الى امونيا او كربون دايوكسيد. بعد ما بيتكسر اليوريا الى امونيا او كربون دايوكسيد عن طريق الاتش بايلوري لو هي موجوده فعليا، بيبدا يطلع الكربون المشع ده الكربون دايوكسيد في ثاني اكسيد الكربون اللي بيطلع من بقنا على هيئه الزفير اللي بنطلعه. فده هما بيقيسوه بيعرفوا بيه بنسبه الكربون المشع اللي طالع قد ايه، وبالتالي بيقدروا يحددوا هل في اتش بايلوري ولا لا. الصوره اللي على الشمال بتوضح لنا عن طريق بايوبسي معينه، اللون الاسود اللي في النص ده هو طبعا المصاب بالاتش بايلوري او الالسر اللي موجوده في الستوم. ده كان اول حاجه بنتكلم عنها في علاجات البيبتيك ألسر، وهو الانتي مايكروبيال او الانتي بايوتيك. تاني نوع بنتكلم عنه هو الريسبتور انتاجونست او الاتش 2 ريسبتور انتاجونست. جاستريك اسيد سكريشن از ستيميوليتد باي اسيتايل كولين، اسيتايل كولين هيستامين اند جاستريك. تعالى قبل ما نكمل نشوف الصوره اللي بعدها عشان نقدر نفهم هو عايز يقول ايه هنا. الصوره دي بتوضح لنا الميكانيزم اوف برودكشن اوف هيدروكلوريك اسيد او الحمض بتاع الهضم، اللي هو الهيدروكلوريك اسيد اللي هو طبعا المصيبه الكبيره اللي بتؤدي في الاخر لمشاكل الكتير اللي احنا بنشوفها. هتلاقي فوق على الشمال مكتوب دايسايكلومين بلوكس ذا كولينرجيك ريسبتور، يبقى هنعرف من كده ان الاسيتايل كولين نفسه يعتبر هو عامل مهم جدا في انتاج البروتون او الهيدروكلوريك في الاخر، عن طريق ان هو بيرتبط بالريسبتور بتاعه الموجود في البارايتال سيلز. فلما بيرتبط بيه بيطلع او بيحفز انتاج الكالسيوم. الكالسيوم لما بيطلع بيعمل اكتيفيشن لحاجه اسمها بروتين كاينيز، اللي هي بالتالي بتساعد في انتاج البروتون بامب اللي هو العامل الاساسي والرئيسي والنهائي لانتاج البروتون اللي هو المكون الاساسي للهيدروكلوريك اسيد. فلما نديله ماده اسمها دايسايكلومين يبقى احنا كده بنقفل الريسبتور بتاع الاسيتايكلين، يبقى بالتالي الاسيتايكلين مش هيشتغل وكل السيكونس اللي احنا قلناه ده مش هيكمل. تاني حاجه من الحاجات اللي بتساعد في انتاج الهيدروكلوريك اسيد السايميتيدين او العيله كلها بتاعه الاتش 2 ريسبتور انتاجونست زي ما هنتكلم عنها دلوقتي. معروف ان الهستامين نفسه هي ماده بتساعد في انتاج الهيدروكلوريك اسيد عن طريق ان هي برضه بترتبط بالريسبتور بتاعها اللي هو اتش 2 ريسبتور اللي موجود على البريتال سيلز، وده يؤدي في الاخر الى تحفيز الادينايليت سايكليز ان هو يكون لنا او يحول لنا الاي تي بي الى سايكليك ادينوسين مونوفوسفيت، يعني بيحول ادينوسين ترايفوسفيت الى سايكليك ادينوسين مونوفوسفيت، وده برضه بالتالي بيؤدي الى انتاج البروتين كايريز اللي بيؤدي في الاخر الى البروتون برودكشن عن طريق البروتون بامب. فلما احنا هندي سايميتيدين او نيزاتيدين او رانتيدين او فاموتيدين اي حد من الاتش 2 ريسبتور انتاجونست هيقفل لنا الريسبتور في المكان ده، فبالتالي الهستامين برضه مش هيشتغل، فبالتالي كل السيكونس ده مش هيشتغل. ثالث حاجه عندنا وهي البروستاجلاندين اي 2. البروستاجلاندين اي 2 دي ماده برضه لما بترتبط بالريسبتور بتاعها هنا بتمنع تكوين الادينايليت سايكليز، فبالتالي بتمنع تحويل الـ ATP إلى cyclic adenosine monophosphate، فبالتالي بتمنع البروتين كاينيز والبروتون بامب. فاحنا لما هندي ميزوبروستول اللي هو بيحفز إنتاج البروستاجلاندين A2، هنا بقى العملية دي عكس بقى اللي فات كله. احنا اللي فات كنا بنقفل الريسبتور عشان المواد دي ما تشتغلش سواء كانت الأستايلكولين أو الهستامين، لكن هنا احنا عايزين البروستاجلاندين A2 يشتغل، ف
فبالتالي بنديله حاجة اسمها بيزوبروستول اللي هي بتعمل استيميوليشن للبروستاجلاندين ريسبتور، فبالتالي البروستاجلاندين A2 بيرتبط بالريسبتور بتاعه، يمنع لنا الأدينايلين سايكليز، يمنع لنا البروتين كايناز، يمنع بالتالي البروتون بامب انهيبيتور. آخر حاجة عندنا وهو هرمون موجود في الجاستريك بيفرز أثناء أكل الطعام اسمه الجاسترين. الجاسترين ده برضو لما بيفرز بيطلع لنا الكالسيوم زيه زي الأستايل كولين، أو بيساعد يعني في إخراج الكالسيوم، فبالتالي الكالسيوم برضو بيؤدي زي ما عرفنا إلى إنتاج البروتين كايناز أو أكتيفيشن للبروتين كايناز الذي يؤدي إلى دخول البروتون بامب وخروج البوتاسيوم. كمان عندنا آخر حاجة وهي العملية الأهم والدواء الأهم اللي بنحتاجه دايما في منع الهيدروكلوريك أسيد من الإنتاج، وهو البروتون بامب إنهيبيتورز، سواء كان الأوميبرازول أو أي حد من إخواته، لأن ده شغال دايركتلي على آخر خطوة فاينل ستيب في إنتاج الهيدروكلوريك وهي عملية البروتون بامب، فبيوقفها وبيخليها ما تشتغلش. فعشان كده الدراجز دي تعتبر من أكتر الدراجز الإفكتيف في علاج البيبتيك ألسر. دي كانت صورة توضيحية بتوضح لنا إزاي بيحصل الهيدروكلوريك أسيد في البرايتل سيلز، وفي نفس الوقت إيه الأدوية اللي بنقفل بيها الشغل ده. نرجع تاني للسلايد بتاعتنا، فهو بيقول في أول سطر إن الجاستريك أسيد سكريشن is stimulated by acetylcholine, histamine and gastrin. The receptor-mediated binding of acetylcholine, histamine or gastrin results in the activation of protein kinase, which in turn stimulates the proton potassium adenosine triphosphate ATPase proton pump to secrete hydrogen ions in exchange for potassium into the lumen of the stomach. By competitively blocking the binding of histamine to H2 receptors, these agents reduce the secretion of gastric acid. The four drugs used in the United States, cimetidine, ranitidine, famotidine, and nizatidine, potently inhibit greater than 90% basal food-stimulated and nocturnal secretion of gastric acid. Cimetidine was the first histamine H2 receptor antagonist, however, its utility is limited by its adverse effect profile and drug-drug interactions. من المعروف طبعا السايمتيدين خلاص بنسبة كبيرة جدا بقى مش موجود في العالم كله، بدأ يلحقوا النيزاتيدين اللي موجودين عندنا دلوقتي هما الفاموتيدين والرانيتيدين، وطبعا الأكثر شيوعا واستعمالا هو الرانيتيدين. The histamine H2 receptor antagonist acts selectively on H2 receptors in the stomach, but they have no effect on H1 receptors. They are competitive antagonists of histamine and are fully reversible. يعني ممكن في أي لحظة الأكشن بتاعها يتقلب ويتعكس تماما، فهي reversible عادية جدا، بل هي fully reversible، يعني ممكن في أي لحظة يعكس الأكشن بتاعها. ده كانت تاني حاجة عندنا وهي H2 receptor antagonist. تالت نوع عندنا هو الأهم هو البروتون بامب inhibitor زي ما قلنا عنه. البروتون بامب binds to proton potassium ATPase enzyme system and suppresses the secretion of hydrogen ions into the gastric lumen. The membrane-bound proton pump is the final step in the secretion of gastric acid, زي ما قلنا. The available proton pump include dexlansoprazole, وده يعتبر من أحدث أنواع الـBBI اللي نزلت, isomeprazole, lansoprazole, omeprazole, pantoprazole, and rabeprazole. Omeprazole and isomeprazole and lansoprazole are available over the counter for short-term treatment of GERD. يعني الثلاثة دول بالذات بيستخدموا كOTC في علاج الجيرد بكل حرية من الصيدلي بدون أي prescriptions. These agents are prodrugs with an acid-resistant enteric coating to protect them from premature degradation by gastric acid. أكيد من الطبيعي إحنا حاجة عايزين نوصلها لدرجة والمكان معين، فبالتالي مش عايزين يحصل لها أي degradation من الهيدروكلوريك أسيد اللي موجود في الستومك، فعشان كده لازم تكون كل الدراجز دي اولا برو دراج، وثانيا تبقى انتريك كوتد عشان نحميها من الديجريديشن من الهيدروكلوريك. The coating is removed in the alkaline duodenum and the pro drug, a weak base, is absorbed and transported to the parietal cells. في مرحلة لما بيوصل duodenum بيبدأ الكوتينج ده ينخلع عنه، وبيبدأ الايجنت اللي هو عبارة عن البرو دراج يتحول إلى الاكتيف دراج في البريتال، وبعد كده بيوصل للبريتال سيلز. There it's converted to the active drug and forms a stable covalent bond with the hydrogen, potassium,
ATPase enzyme. It takes about 18 hours for the enzyme to be resynthesized and the acid secretion is inhibited during this time. يعني الهيدروكلوريك بيحتاج حوالي 18 ساعة عشان يحصل له إعادة تصنيع من جديد ويزيد تاني. فعشان كده المواد دي فعالة جدا وبنسبة كبيرة بتبقى جرعتها لو هي 20 ملي مثلا زي الأوميبرازول بتبقى جرعتها كل 12 ساعة عشان نضمن تماما إن ما يحصلش ريسنسيتايزيشن للهيدروكلوريك أسيد تاني بالكميات الكبيرة دي. At standard doses, proton pump inhibit both basal and stimulated gastric acid secretion. يعني بيمنع البيزل وبيمنع الستيميوليتد الاثنين اللي هو هيجي طبيعي عشان الاكل واللي هو ممكن يحصل له تحفيز باي طريقه كانت by more than 90%. An oral product containing omeprazole combined with the sodium bicarbonate for faster absorption is also available over the counter and by prescription. طيب احنا كده عرفنا هو بيشتغل ازاي. طب ايه هي أشهر adverse effects بتشوفها في الـ PPIs عموما؟ The PPIs are generally well tolerated. Omeprazole and esomeprazole may decrease the effectiveness of clopidogrel. طبعا ده interaction مشهور جدا جدا ومعروف إن الأوميبرازول أو الإيسوميبرازول أو معظم الـ PPIs بيعمل interaction مع الكلوبيدوغريل أو بيتاخد معاه ولأن الحاجات دي بتمنع الـ cytochrome B450 اللي هو عبارة عن 2C19 وبالتالي بيمنع الـ conversion of clopidogrel to its active metabolite. احنا من المعروف عندنا في الطبيعي ان لما بيبقى drug معروف ان هو cytochrome B450 inhibitor فبالتالي بيزود الـ concentration بتاعت الدراج المقابل اللي هو بيعمله الـ interaction فبالتالي بيزود الـ toxicity بتاعته. لكن مع الـ clopidogrel الموضوع مختلف، هنا اصلا ما بيخليش الـ clopidogrel يشتغل. طب ازاي؟ لان اصلا الـ clopidogrel هو برضو يعتبر pro drug، فبالتالي انا لما همنع السيتوكروم B450 اللي هو نمبر 2C19 اللي هو شغال عليه اصلا الكلوبيدوغريل، لما اجي امنعه بالاوميبرازول او الايسوميبرازول انا كده اصلا بمنع الاكتيفيشن اوف كلوبيدوغريل ان هو يبدا يؤدي شغله، فبالتالي عمليه الانتي بليتلتس اللي ممكن نشوفها بتمنع تماما، ودي طبعا مصيبه كبيره جدا 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 للناس اللي عاملين مثلا دعامه او اللي عندهم مايوكارديال انفاركشن او اللي عندهم اي مشاكل في الهارت بيحتاج ان هو ياخد كلوبيدوغريل بطريقه منتظمه. ممكن ما ياخدش باله في يوم معين او مثلا الدكتور بيبدا يوصف له حاجه من البي بي ايز عشان مثلا بيحس فتره من الاخرى بحموضه او حاجه ما ياخدش باله ان هو بياخد دراج تاني اسمه كلوبيدوغريل بلافكس او اي حاجه، فبالتالي بيحصل التفاعل الفظيع ده اللي ممكن يؤدي الى عدم كفاءه واداء الكلوبيدوغريل كما يجب، فبالتالي ممكن يدخل المريض لا قدر الله في ستروكس وحاجات احنا في غنى عنها تماما. فبالتالي هو prevent the conversion of clopidogrel to its active metabolite although the effect on clinical outcomes is questionable. Concomitant use of these PPIs with clopidogrel is not recommended because of a possible increased risk of cardiovascular events زي ما قلنا. لكن طبعا زي ما هنعرف برضه في الشرح بالتفصيل في المحاضره بتاعتها ان الوحيد اللي ممكن نعطيه للشخص اللي هو بياخد كلوبيدوغريل من عيلة البي بي ايز واحنا مطمئنين هو البانتوبرازول. البانتوبرازول هو الوحيد اللي ممكن نعطيه الحاجة دي واحنا مطمئنين شوية. تاني adverse effect هو ان هو increase the risk of fractures particularly if the duration of use is 1 year or greater. وهنعرف برضو الموضوع ده ليه وايه علاقته بالظبط لما هنيجي نتكلم عنه ان شاء الله في المحاضرة. ثالث حاجة prolonged acid suppression with PPIs and H2 antagonists may result in low vitamin B12 because acid is required for its absorption in a complex with intrinsic factor. دي حاجة برضو مهمة جدا وللأسف مرضى كتير من أمراض من مرضى القرحة ما بياخدوش بالهم منها إن الاستخدام الطويل والكتير لل PPIs أو ال H2 receptor antagonist ممكن يقلل لنا امتصاص وكفاءة وشغل الفيتامين B12، فإحنا بنحتاج عشان كده ان احنا نمد المريض ده بحبوب فيتامين B12 من بره سواء كان نيوروبايون او غيرها عشان نقدر ندي الجسم كفايته من البي 12 اللي هو اوريدي عنده نقص منه، بسبب ان الفيتامين بي 12 اصلا بيحتاج اسيدك ميديا كبير عشان يبدا يشتغل ويؤدي الكفاءه بتاعته، واحنا طبعا بالبي بي ايز او الاتش 2 ريسبتور انتاجونست بنقلل الاسيد ده تماما، فبالتالي الفيتامين بي 12 ما بيلاقيش الميديا الكويسه اللي يعرف يشتغل فيها بمزاج.
رابع adverse effect هو elevated gastric pH may also impair the absorption of calcium carbonate. Calcium citrate is an effective option for calcium supplementation in patients on acid suppressive therapy since absorption of the citrate salt is not affected by gastric pH. المعلومة دي مهمة جدا. بيقول برضو من الحاجات اللي ما بيحصلهاش امتصاص كويس وبالتالي ما بتأديش الشغل بتاعها هي مادة الكالسيوم كربونيت، ولأن هي ما بتشتغلش برضو في البي اتش العالية اللي هي اوريدي عملتها عيلة البي بي ايز، فعشان كده بنحتاج نديله سبلمنتيشن من بره زي برضو ما في موضوع الفيتامين بي 12 بنحتاج نديله كالسيوم سيتريت. وليه كالسيوم سيتريت بالذات؟ عشان مادة السيتريت هي السولت الوحيد اللي ما بيتفاعلش مع او ما بيتأثرش يعني بموضوع البي اتش العالية اللي ممكن تبقى موجودة. خامس adverse effect موجود وهو diarrhea and Clostridium difficile colitis may occur in community patients receiving PPIs. وجدوا علاقة وطيدة بين الناس اللي بتاخد PPIs وحدوث diarrhea أو Clostridium difficile أو ulcerative colitis بنسبة كبيرة. لحد دلوقتي trials كتيرة والأسباب كتيرة بس ما فيش سبب مقنع ممكن تقدر تربطه بيه، لكن trials كلها أكدت ده ان مع برضه استخدام البي بي ايز لفتره كبيره عدد كبير من الناس اللي بياخدوه بيحصل لهم دايريا وممكن يؤدي الى كلوستريديوم ديفيسيل بسبب استخدام البي بي ايز. دي كانت نبذه بسيطه جدا 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 برضه صغيره قوي وطبعا مش قد المقام عن البيبتيك ألسر وعن الجيرد عموما وعن الادويه اللي بتستخدم فيها، لكن برضه ما تقلقوش احنا هنتكلم على الحوارات دي بالتفصيل ان شاء الله، وانا اللي مسؤول عن الجزء ده ان شاء الله في الشرح، وكمان زملائي مسؤولين عن الاسئله عن الشابترز الثانيه المهمه او المواضيع الثانيه المهمه جدا قوي اللي هي الفايرال هيباتايتس، محتاجين نعرف فيه كل تفصيله مهمه عشان الفايرال هيباتايتس ده يعتبر من اكثر الحاجات اللي بتيجي عليه اسئله في الجي اي تي. كمان ده مسؤول عنه الدكتوره سهر ان شاء الله. كمان الدكتوره هدى مسؤول عن الانفلاماتوري باول ديزيز وعن الاريتابل باول سيندروم، الاثنين دول مهمين جدا جدا برضو بيجوا عليهم اسئله السنين اللي فاتت مهمه جدا، للأسف ما تطرقتش عنهم هنا عشان أنا مش عايز أكبر الموضوع، مش عايز أملى دماغكم بحاجات كتيرة هي أوريدي هتتشرح بعد كده، أنا عايز بس زي ما قلنا نعمل تفتيح استفتاحة كده بسيطة نعرف بيها بس الأدوية والحاجات اللي موجودة في معظم شابتر الجي أي تي مش في كله. تاني حاجة بعد الجيرد والبيبتيك ألسر هو النوزيا أند فوميتنج. لازم الأول نفرق بين النوزيا أند فوميتنج. النوزيا تعريفها هي unpleasant sensation of the imminent need to vomit may or may not lead to the act of vomiting. يعني بيبقى عندي احساس ان انا عايز ارجع بس ممكن ممكن لا يحدث لي الترجيع ده النوزيا. احساس رخم كده اكيد كلنا حسينا بيه في فتره من الفتره. الفوميتنج هو forceful expulsion of gastric contents associated with contraction of the abdominal and chest wall musculature. طبعا هو عباره عن دفعه قويه بتحصل اثناء خروج المواد اللي هي اوريدي موجوده في بطننا بسبب بقى اي مرض، بسبب برد، بسبب اي حاجه. الاحساس برضو الارخم اللي احنا بنحس بيه في الفوميتنج اكيد كلنا مرينا بيه بدون دخول في تفاصيل. طيب ايه هم الانتي ايميتكس اللي ممكن نستخدمهم كعلاجات للايميسز او للفوميتنج؟ اول عيله عندنا وهي الفينوثايازينز اللي هي طبعا انتي سايكوتكس بنستخدمها في الحالات النفسيه، لكن ليها سايد افكتس او ادفيرس افكتس مهمه جدا عشان كده فكروا يستخدموها في الايميسز. من العيله دي موجود عندنا البروميثازين. البروميثازين ده طبعا في منه سابوزيتوريز، في منه تابلتس، في منه انجكشن. معلش انا هتكلم بسرعه في الحوارات دي عشان برضو اولا النوزيا والفوميتنج والكونستيبيشن والدايريا والحاجات دي ما بيجيش عليها اسئله كتير، ثانيا الكلام فيها هنا كتير قوي يعني مفيش مجال لشرحه، ثالثا وده الاهم ان انا برضو في المحاضره هشرحه بالتفصيل جدا وهنفصص كل حاجه من دي تفصيصه حلوه كده وهنتكلم عنها بالتفصيل. احنا برضو هنا بس مش عايزين نعرف غير مجرد الاسماء والعائلات والحاجات اللي بتستخدم في الحالات دي. يبقى البروميثازين في منه الفورميوليشنز دي ليه طبعا انتي دوبامينرجيك، انتي كولينرجيك، انتي هيستامينرجيك اكشن، ممكن يسبب لنا اكسترا بيراميدال سايد افكتس او اكسترا بيراميدال سيمتومز اللي احنا عارفينها اللي هي الكاينيجيا والديسكاينيجيا والحاجات اللي اكيد انتوا درستوها في شابتر ممكن الجرياتريك وممكن في شابتر
النيورولوجي على ما أتذكر، أو لسه هتعرفوها بالتفصيل إن شاء الله. كمان من العيلة دي في عندنا البروكلوربيرازين أخوه، نفس الشغل برضو، وممكن برضو يسبب لنا موضوع الاكسترا بيرامدال سيمتومز اللي هنعرفها بعد فترة لو انتوا كنتوا لسه يعني ما شفتوهاش أو ما قريتوهاش قبل كده. تاني عيلة عندنا وهي السيروتونين أنتاجونيست، السيروتونين اللي هو بيتقال عليه بالظبط 5-HT3 أنتاجونيست، 5-HT3 أنتاجونيست اللي هو بيقفل سيروتونين نمبر 3 ريسبتور. سيروتونين ده نوع من أنواع السيروتونين ريسبتور المعينة اللي بيقفلها الدراجز دي، ولقيوا مع التجارب إن هي بتساعد في إغلاق شغل الإيميسيز. عندنا طبعا أشهرهم وهو الأوندانسيترون اللي هو معروف تريد نيم ليه مهم جدا مالتي ناشونال اسمه زفران، موجود طبعا على هيئة تابلتس، موجود على هيئة أورال سوليوشن، على هيئة إنجكشن، وعلى هيئة أورال سولوبل فيلم، وليه فورمولاشنز كتيرة. طبعا معظم الأدوية دي بيستخدموا أكتر في الكيموثيرابي إنديوزد فوميتنج، لأن بنلاحظ دايما بعيد عننا وعنكم يعني الناس اللي بيبقى عندهم سرطان او حاجات زي كده وبياخدوا ادويه كيماوي كتير بيبقى عندهم ادفرس افكت رخمه كتير اللي هو موضوع الاحساس بالنوزيا والفوميتنج، فبيضطروا يدوا لهم حاجات زي كده توقف الفوميتنج ده. العيله دي هي من اهم العائلات اللي بتستخدم كانتي ايماتكس في الحاله دي. اوندانسيترون، جرانيسيترون، بالونوسيترون، ودولاسيترون. في تشابتر الانكولوجي ان شاء الله هنتكلم عنهم بالتفصيل الممل. نكمل الانتي ايماتكس، وتالت عيلة عندنا وهي الانتي هيستامينكس. الانتي هيستامينكس لقيوا ان ليها شغل كبير جدا على الانتي ايماتكس، خصوصا مادة الدايمين هيدرينيت اللي بنستخدمها في الدوار للشخص اللي مثلا هيركب مركب او سفينة وبيقولوا دوار بحر كتير ممكن ياخد الدايمين هيدرينيت ده. كمان السايكليزين اللي هو بيستخدم في كومبينيشن مع الفيتامين بي 6 اللي هو البايريدوكسين، بيبقى طبعا كاتيجوري بي او كاتيجوري اي كمان في البريجنانسي على هيئه الماده اللي اسمها النافيدوكسين المهمه جدا اللي تعتبر من امن الادويه اللي ممكن نستخدمها في الثلاثه شهور الاولى للحوامل، لان طبعا الفتره دي بتبقى اكتر فتره ممله للحوامل من ناحيه الشعور بالغثيان والقيء المستمر، فبيبقى امن دراج ممكن تديه لهم اللي هو بيحتوي على المادتين دول السايكليزين اللي هو انتي هيستامين مع الفيتامين بي 6 اللي هو البايريدوكسين. كمان من الانتي هيستامينكس ده الميكليزين، سوري الميكليزين هو اللي بيستخدم في النافيدوكسين مع الفيتامين بي 6 مش السايكليزين. الميكليزين هو اللي بيستخدم مع الفيتامين بي 6 على هيئه دراج مشهور اسمه النافيدوكسين. كمان في الدوكسيلامين، كل الحاجات دي انتي هيستامينكس. افضل وقت ليها طبعا في السفريات زي ما قلنا، وفي لما بنركب سفن وحاجات زي كده بيتاخد من 30 ل 60 دقيقه قبل الرحله ما بتبدا. كمان عندنا عينه البيوتايروفينونز اللي هم برضو انتي سايكوتكس اللي هم الهالوبيريدول والتروبيريدول، في منهم انجكشن وتابلت. برضو الريسك اوف اكسترا بيراميدال ادفيرس افكتس زي البروميثازين برضو بيحدث هنا. عندنا كمان عيله ثانيه اسمها نيوروكاينين 1 انتاجونست، بتقفل ماده معينه سبستريت كده او تارجت في الجسم اسمه نيوروكاينين. الماده دي لما بتتقفل بتؤدي برضو الى عدم حدوث الفوميتنج. من المواد اللي بتستخدم في هنا الاعضاء بتاعتهم ابريبيتنت ونيوتيوبيتنت، الاثنين دول هما اللي بيستخدموا في الحاله دي او اللي هما تحت مسمى النيوروكاينين 1 انتاجونست. وفي كمان ماده ثالثه اسمها رولابيتنت لكن طبعا مش مشهوره زي الابريبيتنت، هو ده يعتبر اشهر واحد فيهم، برضه هنعرفه بالتفصيل في تشابتر الانكولوجي. كمان في ميسيلينيس ايجنتس، يعني حاجات كده لخبطه مش تحت عيله معينه او بيندمجوا تحت مسمى معين. ماده اسمها سكوبولامين ودي دايما بتبقى على هيئه باتش، بتتحط دايما في الاماكن المفضله ليها، هي بتتحط تحت الاذن 4 ساعات قبل برضه الرحلات والسفريات، لان هي بتستخدم اكتر للموشن سيكنس او لحالات دوار البحر اللي ممكن تحصل. عندنا كمان ترونابينول اللي هو يعتبر تبع عيلة الحشيش الكانابينول والحاجات دي، هو يعتبر دلتا 9 تترا هيدروكانابينول، ده التارجت بتاعه على السنترال اندوجينس كانابينويد ريسبتور، على الريسبتور بتاعه الكانابينويد اللي موجوده سنترالي في المخ. يوز موست اوفن فور كيموثيرابي انديوز نوزيا اند فوميتنج، زيه برضه زي عيلة ال 5 HT3 انتاجونست اللي هو الاوندانسيترون والبانونو
citron. Phosphorylated carbohydrate solution بيستخدم undiluted for best effect. يعني مش محتاج ان احنا نخففه ولا حاجة. احسن تأثير ليه ان احنا ندهوله كده concentrated زي ما هو. طبعا ما ينفعش نستخدمه اكتر من ساعة. الماكسيمم بتاعه المفروض يبقى 5 جرعات. سيف تماما في البريجنانسي زيه برضو زي الميكليزين مع الفيتامين بي 6. لكن ايفايد في الديابيتس اساسي طبعا لان هو اولا واخيرا كربوهيدرات فلازم يبقى ايفايد في الديابيتس والفركتوز انتولرانس. عندنا كمان مادة الدوكسيلامين لما بتتاخد في كومباينيشن مع البايرودوكسين. لكن ده للاسف ما بيبقاش او تي سي دراج زي الميكليزين مع البايرودوكسين. لازم يبقى بريسكريبشن دراج عن طريق الدكتور الطبيب. بس ده يعتبر تلخيص بسيط كده لبعض المسميات بتاعه الانتي ايماتكس. ندخل بعد كده على الدياريا. الدياريا برضو هنتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل, هي والكونستيبيشن اللي هنتكلم عنه بعد شويه بالادويه بتاعته برضو بالتفصيل. نفس الجداول دي ان شاء الله هنشرحها باذن الله في المحاضره بتاعتها لكن طبعا بتفصيل اكتر وبهدوء اكتر. زي ما قلت لكم انا مش محتاج من المحاضره دي اكتر من ان انتوا بس تبقوا عرفتوا بس شويه مسميات من الادويه اللي احنا هنشرحها في الجي اي تي عشان بس لما تيجي على ودنكم مره ثانيه يبقى الموضوع بالنسبه لكم على الاقل خدتوا عنه باك جراوند كويسه. الدياريا من الادويه المشهوره اللي بتستخدم عنده حاجه اسمها لوبيرامايد ودي بتتقال عليها انتي موتاليتي ايجنت لانه معروف ان الدياريا اصلا بيجي بسبب زياده الموتاليتي او البريستالتيك موفمنت اوف انتستين فاحنا بندي دراج بيحاول يقلل الموتاليتي دي بيرجعها لطبيعتها عشان الفيسز ياخد كفايته من التكوين المناسب عشان يطلع لنا بالشكل السيمي سوليد المناسب اللي احنا عارفينه. الاوبرامايد ده يعتبر ميو ريسبتور اند اجونست مايل تو مودريت نون انفيزيف دايريا بيستخدم يعني في الحاله دي وكادجنكتيف للاذر نون اوبييت ثيرابيز لان الاوبرامايد يعتبر اوبييت ثيرابي. ليه بعض السي ان اس افكتس يعتبر كاتيجوري بي في البريجننسي يعني يعتبر امن للحوامل. الاوبيتس تنكشر اوف اوبيوم او دايفينوكسيليت مع كل ده ممكن حاجه منهم تستخدم مع الاتروبين. الاكشن بتاعه برضه النيو ريسبتور لكن ده بيستخدم في المودريت تو سيفير نون انفيزيف دايريا وكمان في الريفراكتوري دايريا يعني الانواع الدايريا اللي هي ما بتستجبش للادويه العاديه بتاعه الدايريا برضه ليه بعض السي ان اس افكتس. اساسي يعني بدل في اتروبين يبقى اكيد من الادفيرس افكتس اللي ممكن يعملها موضوع الكونستيبيشن واليورينري ريتينشن وكل الانتيكولينرجيك ادفيرس افكتس اللي ممكن نشوفها من الاتروبين. البازما سابساليسيليت لو فاكرين احنا اتكلمنا عنه من شويه لكن في موضوع مختلف تماما وهو كان بيستخدم كوادربل ثيرابي في علاج البيبتيك التر او الهيليكوباكتر بايلوري هنا كمان بيستخدم كانتي دايريال عشان هو يعتبر انتي سكريتوري وباين توكسنز يعني بيقدر يمسك التوكسنز لو كانت الدورية دي بسبب بكتيريال او حاجة هو بيقدر يرتبط بالتوكسنز دي ويبطل مفعولها يستخدم في المايل بودر دورية وprevention of travelers دورية لكن من عيوبه ان هو ممكن يعمل بعض التلوين الغير طبيعي في الستول avoid and salicylate allergy اساسي يعني لان هو برضه بيزما صاب ساليسيليت فاكيد اي حد عنده حساسيه من الساليسيليت ما ينفعش ياخده. الاطفال اقل من 12 سنه والبريجننسي والنيرسنج ما ينفعش ياخدوه. ممكن طبعا نربطه مع ادويه ثانيه ويستخدم معاهم وماي انترفير وذ سام راديوجرافيك بروسيجرز يعني مع بعض الحاجات الاشعاعيه اللي ممكن تستخدم في الفحوصات وكده. من المفضل عدم اخذ البيزما صاب ساليسيليت قبلها. كمان من الادويه اللي بتستخدم في الدارية هو اللاكتيز وده طبعا انزيم معين بيستخدم فقط في علاج الدايريا اللي بتبقى ناتجه عن اللاكتيز ديفيشنسي. في بعض الاطفال بيولدوا عندهم نقص من انزيم اللاكتيز اللي هو مهم جدا جدا لتكسير اللاكتوز اللي هو نوع من انواع طبعا الكربوهيدرات فلما الانزيم ده مش موجود بيؤدي من الادفيرس افكتس بتاعته او من الحاجات اللي ممكن تحدث بسببه هو موضوع الدايريا فاحنا بنضطر نديله الانزيم ده اكسترنالي من بره عشان يعوض الحاجه اللي حصلت له بسبب كده. كمان البروبايوتكس والبريبايوتكس دي طبعا طفره القرن الواحد والعشرين في سواء في علاج الدياريه او بعد كده في الاريتابل باول سندروم او في علاج الكولون والحالات دي كلها طبعا البروبايوتكس هي حاجات طبيعيه جدا
زي اللاكتوباسيلس ساكارومايسيس والحاجات دي، هي حاجات بتنظم شغل الهضم، بتخليه يمشي كما يجب زي ما ربنا خلقه بطريقه كويسه محترمه ما بتعملش اي مشاكل. فبالتالي الشخص ده لو عنده دايريه او عنده كونستريشن او عنده اي حاجه، من المفضل ليه طبعا ياخد البروبايوتكس او البريبايوتكس دي كوسائل مساعده مع الادويه الاساسيه اللي بتعالج. Competition with pathogenic organisms, production of antimicrobial substances, enhancement of immune response. دي الحاجات طبعا اللي هو بيبقى مسؤول عنها البروبايوتكس. بيعمل ايه او بيبقى يستخدم في ايه؟ Prevention of antibiotic associated diarrhea، يعني الدايريا اللي هي مرتبطه باستخدام الانتيبيوتيك. بنلاحظ ساعات كتير الشخص لما بياخد كميه مضادات حيويه بنلاحظ ان ممكن من الادفرس افكتس بتاعتها انه يحصل له اسهال، خاصة عيلة البنسلين اللي هي الأموكسيسلين والأمبسلين والكلام ده، وطبعا على رأسهم الكلاريثروميسين. الأدجنكتيف ثيرابي أو سوري الكليندامايسين، الأدجنكتيف ثيرابي فور تريتمنت أوف كلستريديوم ديفيسيل اللي هي برضه سببها بنسبة كبيرة الكليندامايسين. سمول انتستينال باكتيريال أوفر جروث. برضه البروبايوتكس دي حاجة الجسم طبعا بيستجيب لها كويس جدا، لكن بس بيبقى احتياط بسيط، ويعتبر ده هو العيب الوحيد فيها، ان هو لو الشخص اميونو كومبرومايز يعني المناعه عنده متدمره تماما، لا قدر الله عنده ايدز او اي مشاكل من مشاكل اميونو كومبرومايز والحاله سفير، ساعتها بس ممكن ما ياخدش البروبايوتكس، لكن غير كده هو طبعا امن لكل الناس تماما، مفيش منه اي مشكله. عندنا ماده اسمها الاوكتريوتايد، دي انتي سيكريتوري سبريشن اوف هرمون ريليز. الرول بتاعها ان هو بيستخدم كتريتمنت اوف تيومر اسوشيتد دايريا، يعني الدايريا اللي هو ناتج بقى عن حدوث تيومرز في الجسم، وكمان للاتش اي في اسوشيتد دايريا. من عيوبها ان هي بتعمل هايبرجلايسيميا وجول ستون فورميشن، يعني حصاوه في المرارة. تيدو جلوتايد ده يعتبر جي ال بي 2 انالوج، ابروفد فور ادلت بيشنت وذ شورت باول سيندروم و ار ديبندنت اون بارنترال سبورت، يعني بيستخدم اكتر للناس اللي هم عندهم شورت باول سندروم، وده سندروم بيبقى معروف ان الاحشاء بتاعته بالمعنى العربي يعني بتبقى قصيره او صغيره او ما فيهاش التكوين الاساسي من الترانسفيرس كولون والاسندنج كولون والديسندنج كولون والكلام ده، فبتعاني كتير من مشاكل طول حياتها، فبيضطروا دايما ان هم يخلوا الناس دي للاسف معظم حياتها، والتغذيه بتاعتها النيوتريشن بتبقى عن طريق البرنترال، فبيحصل لهم اسهال كتير، فبيضطروا يدوه الماده دي كوسيله مساعده تمنع من حدوث الاسهال الناتج عن البرنترال سبورت. بعد كده ندخل على الكونستبيشن. الكونستبيشن برضو عباره عن ادويه معينه من اساسهم متقسمه لجروبس. جروبس دي في منها مثلا السلاين اوسموتيك لاكستيف زي المغنيسيوم ساتريت سلاين، يعني ملحي اولا واخيرا، زي المغنيسيوم ساتريت، مغنيسيوم هيدروكسيد، صوديوم فوسفيت. الادويه دي بتستخدم اكتر في حاله الاكيوت او الانترميتنت كونستبيشن، يعني اللي بيروح ويجي، بري اوبرتيف اور بري بروسيجر باول بريبريشنز، وبرضه لو انا داخل على عمليه جراحيه ولا حاجه وخايف من حدوث امساك فمن المفضل ان انا اعطيه الحاجات دي. بيتميز ان هي طبعا فاست اونست، بتحتاج بس من 15 دقيقه الى بالكثير قوي 3 ساعات عشان تبدا تدي الافكت بتاعتها. ايفويد تماما في حاله الرينال امبيرمنت او الهارت فيلير او سيروزس عشان موضوع المغنيسيوم طبعا. الاوزموتيك لاكستيف هو السلاين يعتبر جزء منه، الاوزموتيك يعني شغال عن طريق الاسموزي، عن طريق ان هو بيعمل ضغط اسموزي على الانتستين، فبالتالي بيؤدي الى تفريغ محتويات الانتستين. من الاوزموتيك لاكستيف عندنا الجليسرين وعندنا لاكتيولوز وعندنا البولي ايثيلين جلايكول. الثلاثه ما يختلفوش كتير عن بعض، الا ان احنا نقدر نقول ان الاكسيولوز بيستخدم في حالات تانية هنعرفها بالتفصيل ان شاء الله في الجي اي تي. كمان الجلاسرين من مميزاته ان هو بيستخدم كامان للاطفال، هو واللاكتيولوز من امن وسائل اللاكستيف للاطفال هي الجلاسرين والدوفالاك طبعا اللي هو اللاكتيولوز. السبوزيتوري بتاع الجلاسرين بيتميز ان هو سريع جدا، في خلال ساعه بيؤدي الغرض. اللاكتيولوز عيوبه ان هو وقت طويل عشان يقدر يدي الافكت بتاعه، لان طبعا بيبقى على هيئه شراب، بياخد من يوم ليومين عشان يبدا يدي الافكت المناسب بتاعه. عيوبه كمان ان هو بيصاحب ليه بعض الجازز والبلوتينج في الجسم.
البوليثيلين جلايكول بيستخدم في الأكيوت أو كرونيك كونستيبيشن، الأونست بتاعته برضه بعيدة شوية من يوم لثلاث أيام عشان يقدر يدي الإفكت بتاعه. عندنا كمان عائلة الاستيمولانت لاكستيف، ودي من اسمها استيمولانت يعني بتبدأ تحفز وتسرع من شغل الأنتي البريستالتيك موفمنت، وده يبقى بكده عكس شغل اللوبيرامايد اللي اتكلمنا عنه قبل شوية إنه هو بيبطأ شغل البريستالتيك موفمنت. هنا احنا عايزين نحرك البريستالتيك موفمنت عشان تبدأ تدفع لنا الفيسز دي بره. فطبعا من الأعضاء المهمين ليها هي البيساكوديل والسمع. البيساكوديل معروف ان الأونست بتاعه بيبقى من 6 ل 12 ساعة لو اتاخد أورال، ولو سبوزيتوري بيبقى في خلال ساعة. السمنة من العيوب بتاعتها ان هي ما بتستخدمش اثناء الحمل، لان هي ممكن من كتر الاستيميوليشن بتاعها للبريستالتيك موفمنت ممكن تأثر لنا على الرحم وعلى الانقباضات العضلية للرحم، ممكن تؤدي الى الإجهاض والولادة المبكرة او الى الإجهاض كمان قبل الشهر السابع. الأونست بتاعه بيبقى من 6 ل 12 ساعة، يعني يعتبر الى حد ما مقبول مقارنة باللاكتيولوز والبوليثيلين جلايكول اللي بياخده من يوم لثلاث ايام عشان يدوا الإفكت بتاعه. عندنا كمان عائلة تانية اسمها بالك فورمينج لاكستيف، يعني دي بتبدأ تسحب المية من الجسم وتجمعه في الانتستين، فبالتالي بيعمل ضغط على الانتستين، فبالتالي يبدأ يفرغ المحتويات بتاعته بره. دي زي مادة السيليوم، وطبعا البي هنا سايلنت، سيليوم انولين او الويت دكسترين او الكالسيوم بولي كاربوفيل او الميثايل سيلولوز، المواد دي كلها اسمها بالك فورمينج لاكستيف، بيستخدم في الانترميتنت او الكرونيك كونستيبيشن. الأونست بتاعهم من 12 ل 72 ساعة less effective in drug induced constipation and STC. ممكن كمان يعملوا جاز وبلوتينج بسبب طبعا تكون الماء الكتير في الانتستين. كمان بعض الميسلينيس ايجنتس اللي هم مش تبع عيلة معينة، عندنا الدوكسيسيت صوديوم والدوكسيسيت بوتاسيوم، الأونست بتاعهم من يوم لست ايام، بعيد جدا طبعا شغل بتاعهم، وبيستخدموا اكتر كبريفنشن للاوبيويد انديوست كونستيبيشن، لان معروف ان استخدام الاوبيويدز كعلاج لفتره كبيره بيؤدي الى كونستيبيشن، فبنديله المواد دي بالذات بتبقى اكتر مواد فعاله ان هي تحمينا من الكونستيبيشن اللي ممكن يحصل من الاوبيويد. عندنا ماده اسمها ميثايل نالتريكسون، دي اف دي اي ابروفد فور اوبيويد برضه انديوست كونستيبيشن. عندنا كمان النالوكسجيل او النالكسجول، The FDA approved for opioid induced constipation برضو. عندنا اللابيبروستون FDA approved for CIC in adults and for IBS-C in women. IBS-C والCIC اللي هو دي حالات بقى اللي بتحصل أثناء irritable bowel syndrome أو sorry inflammatory bowel syndrome، اللي هو بيبقى فيه نسبة الconstipation هي السائدة. الموضوع ده برضو هناخده بالتفصيل إن شاء الله مع الدكتورة هدى. وبيستخدم كمان في opioid induced constipation. الاخر حاجه وهي اللينا كلوتايد، ده اف دي ابروفد فور اي بي اس سي برضه زي ما قلنا والسي اي سي. الموضوع زي ما انتم شايفين يعني في كلام كتير، ان شاء الله هنحاول نوضحه برضه بالتفصيل بنفس الجداول دي في المحاضره بتاعه الدايريا والنوزيا والفوميتنج والكونستيبيشن. انا كده اعتبر خلصت، انا عارف ان الموضوع يعتبر ما لمناش حاجات كتير، ما اتكلمناش عن الجي اي تي كما تجب، لكن انا مش عايز اكتر من كده منكم دلوقتي، ان احنا بس نبقى واخدين استفتاح زي ما قلنا كده، حاجه نفتح بيها الشابتر الضخم الكبير ده، نبقى عارفين بس المسميات ما تبقاش يعني تقيله على ودننا. انا مش عايز اكتر من كده، ان شاء الله انا وزملائي هنحاول نوضح لكم الموضوع، واي حد عنده استفسار بعد ما نخلص الشابتر في اي نقطه في اي وقت احنا طبعا تحت امركم. دمتم مبدعون، وإن شاء الله هنبارك لكم على البورد قريب جدا جدا جدا. شكرا لكم، كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.